تعالى يا كابتن نشوف صورة كده نعرضها ونشوفها. فاكر يا كابتن الصورة؟ دي كنا بنلعب برشلونة في استاد ويمبلي، كانت دورة ودية، وكان كابتن حسام البدري هو اللي مسكنا في الفترة دي. يعني كابتن اعتقد من اهم اللعيبه اللي لعبت ضدها واهم الصور اهم الصور كمان في حياتي، لكن كابتن حسام ولعبت كمان ضد كريستيانو رونالدو. يعني حضرتك لعبت ضد رونالدو في منتخب البرتغال، منتخب البرتغال ومنتخب مصر، لكن بسم الله ما شاء الله لعبت ضد الاثنين، بس الستايل كان مختلف. هنا الستايل كان مختلف، كان شعر طويل بقى، كنت لسه وروري كنت لسه صغير يعني بس طبعا الفترة دي كانت فترة مميزة، بفترة طبعا كنا لسه ببتدي حياتي ولسه بعرف الناس زي ما قلت لك بيا، والحمد لله عملت فترة مميزة الحمد لله. طيب ماتش السوبر اللي جاي ان شاء الله بعد الماتش